دولتنا هي الرائدة في الاستثمار في جمهورية بيلاروسيا، فحوالي 30% من الاستثمارات في بيلاروسيا هي استثمارات روسية، ونسعى لتهيئة ظروف مريحة للمستثمرين من كلا البلدين. وبالطبع من المسائل المهمة التي تطرقنا إليها مسائل التكامل وبناء دولة الاتحاد، وأيضا ناقشنا كيفية تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها في 4 نوفمبر 2021، وأيضا تنفيذ البرامج الاتحادية والتكامل وبناء دولة الاتحاد. وهذه البرامج 28 التي تحدثنا عنها ليست سوى استمرار لتعاوننا وتكاملنا من كلا الطرفين. تمت الإشارة إلى أن الهيئات المعنية تعمل معا في سائر مجالات التكامل، وهناك مستوى عال من التنسيق والتعاون، وخاصة ضمن جلسات هذه الهيئات التي عقدت في منتصف ديسمبر. إن رئيسي وزراء البلدين التقى العام الماضي 8 مرات، بالإضافة إلى الاتصالات التي تجري أسبوعيا. وأنا شخصيا والسيد الرئيس دائما على تواصل، ويمكن هنا التركيز على مجالات التكامل، وخاصة في قطاع المواصلات والأمور اللوجستية، وخاصة بشأن تصدير الدول البضائع الروسية والبيلاروسية إلى دول ثالثة، وكذلك استيراد البضائع إلى دولتينا. بالإضافة إلى رفع آثار العقوبات غير القانونية أحادية الجانب التي تفرض على كلتا الدولتين، ونعمل معا على مجال تكامل منظومة حسابات موحدة، وكذلك منظومة ضرائب وجمارك موحدة، كذلك توحيد أسواق النفط والغاز وغيرها من مصادر الطاقة. ونحن نعمل أيضا معا لتنفيذ المسائل المتعلقة بالاقتصاد، رفع مستوى الرفاهية والمستوى المعيشي لمواطني بلدينا. ولدينا كذلك تعاون ضمن الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي، حيث يتم تشكيل مجالات للعمل في هذا الإطار، ودولنا تربح بكل تأكيد في هذا الاتحاد الاقتصادي. كما تحدثنا عن مسائل الدفاع المشترك لكلا البلدين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن دولتينا، وعلى ضوء النشاطات المتزايدة لدول حلف الناتو على حدود بلدينا. وفي هذا الصدد قيمنا عاليا التدريبات العسكرية لعام 2022، وهذه التدريبات تستمر لغاية 20 من الشهر الجاري. وهذه التدريبات تحمل صفة دفاعية بحتة ولا تهدد أي أحد. كما أن وزيري دفاع البلدين قد أعلن مسبقا عن إقامة هذه المناورات العسكرية وعن الفعاليات التي جرت. وكما أخبرنا اليوم السيد الرئيس ألكسندر عن خوض هذه المناورات، لأنه زارها وشاهدها بأم عينيه. بالإضافة إلى ذلك تحدثنا عن اتصالات السيد لوكاشينكا مع زملائه من الدول الغربية، وكذلك اتصالات روسيا مع الدول الغربية من خلال مبادرة روسيا للأمن والضمانات الأمنية الملزمة قانونياً.
كما تحدثنا عن المطالب الشرعية التي قدمتها روسيا للدول الغربية، بما في ذلك عدم توسع الناتو إلى الشرق وعدم نشر الأسلحة الهجومية على بالقرب من حدود البلاد وإعادة البنية التحتية لحلف الناتو لعام 1997 حين تم توقيع اتفاقية روسيا والناتو. ولكن الدول الغربية ليست مستعدة لمناقشة هذه الأمور بجدية، وفي الوقت ذاته قدمنا أفكارا مشتركة لحماية الأمن الأوروبي، من ضمنها عدم نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وروسيا مستعدة لمناقشة كل هذه المسائل، ولكن نحن نطالب بإعادة النظر في مبادرتنا بشكل حزمة متكاملة بدون اقتطاع أي أجزاء منها. كما تحدثنا عن الأوضاع حول ملف الأزمة الأوكرانية، فلا يتم العمل على تسوية هذه الأزمة رغم جهود الدول الضامنة في رباعية نورماندي، فكييف ترفض بشكل قاطع الحوار المباشر مع لوغانسك ودونيتسك، وترفض أيضا تمديد الاتفاقيات بإجراء تغييرات على الدستور ومنح صفة خاصة لدونباس وعدم العفو العام، أي أن كييف لم تنفذ أي من بنود الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك يتم انتهاك حقوق الإنسان على المستوى الشرعي والقانوني، يتم التمييز بين ضد اللغة الروسية، ولخفض التصعيد داخل أوكرانيا وخارجها ينبغي تنفيذ اتفاقية مينسك، ولا بد من الاتفاق على كل الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلما أسرعنا في ذلك كان الأمر أفضل، لأننا نلاحظ اليوم هذه التطورات السلبية التي تجري. وأشكر السيد لوكاشينكو على العمل المشترك، وأنا واثق بأن محادثاتنا اليوم ستدفع قدما نحو تعاون أشمل، وطبعا على أمل المشاركة غدا في الفعاليات النشاط المشترك لنا. شكرا، شكرا جزيلا. لقاء اليوم الذي عقدناه مع السيد الرئيس، وطبعا خاصة في ضوء التصعيد الغير المسبوق الذي يحدث، ونحن طبعا ركزنا على هذا الموضوع وبحثنا إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة من أجل تخفيف التوتر. لا نحتاج إلى الأزمات، فلا روسيا ولا بيلاروسيا تحتاجان الأزمات. أعتقد أن الذين يعرفون الموضوع يفهمون بأن الأمور لا ترتبط بإرادة أوكرانيا. لأول مرة ومنذ عقود نواجه خطرا فعليا لنشوب حرب، وهذا نتيجة فقدان المسؤولية وحماقة بعض الساسة الغربيين والذين يتصرفون بشكل غير سليم ويحاولون ضمان أن يحدث المزيد من التصعيد. للأسف الشديد الأوضاع تتدهور في دونباس بشكل مستمر، وبعض الناس يستعدون لمغادرة البلاد، وهذا أمر غير طبيعي. وأعتقد بأن المسؤولين ينبغي أن يتحملوا المسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر وسيكونون خطرا على شعوبهم.
قريبا ستنتهي تدريباتنا الحزم والاتحاد 2022، وغدا ستكون هناك فعالية مشتركة في أراضي روسيا الاتحادية. أما التدريبات التي قريبا ستنتهي ففي ظل زيادة الخطر العسكري وزيادة التوترات في أوكرانيا، يجب على بيلاروسيا أن تتابع الفضل أفضل السبل لتعزيز القدرات الدفاعية. وبطبيعة الحال نهتم بهذه الحدود المشتركة مع أوكرانيا، فهي حوالي 1000 كيلومتر، ونحن نسعى لتعزيز أمننا عبر الحدود. فلدينا الجيش المشترك الموحد، ولدينا المراكز الموحدة والمشتركة لتأهيل الكوادر العسكرية، ولا نخفي ذلك أبدا. هذا شيء معروف للجميع، وإجراء التدريبات هو نتيجة لقرارنا المشترك، وتجري التدريبات في أراضينا وبشكل شفاف وواضح، وبوجود المراقبين والصحفيين. ولم ننسى أهمية عمل التكامل بين دولتينا، ونحن وقعنا على الاتجاهات الأساسية لعملية تأسيس الدولة الاتحادية ل 2021 و 2028، ولقد تسنى لنا تنفيذ البرنامج بنسبة 28% تقريبا. وركزنا على بعض الاتجاهات مثل الضرائب والتعاون الجمركي وإنشاء السوق المشتركة. وأولئك الذين يفرضون العقوبات يمكن أن يتكبدوا خسائر كبيرة، وتحدثنا عن ذلك كثيرا، وهناك محاولات لفرض حرب، والخسائر ستكون كبيرة لو حدثت تلك الحرب. لذلك نحاول كبح هذه المحاولات، ولكن علينا أن نعمل كثيرا من أجل مواجهة هذا الضغط الناجم عن فرض عقوبات. والسيد الرئيس قد أشار للتو إلى ذلك، وشكرا لدعمكم في هذا المجال. إذن على كل حال سنتحمل هذه الحرب الهجينة، وفي تجارتنا المشتركة نجد الكثير من البضائع الجديدة، والعالم واسع، وسنقوم بتوسيع تجارتنا، ولا يمكن قطع كل الطرق التجارية رغم كل المحاولات. في العام الماضي عملنا بنجاح مثلا، وزاد حجم تبادلنا التجاري ليصل إلى 40 مليار دولار، فهذا أمر مهم جدا. المهم هو أن الاقتصاد في روسيا وبيلاروسيا تطور من حيث النمو ومن حيث الحجم والمنتجات. بطبيعة الحال لم نركز على النجاحات فحسب، بل ركزنا أيضا عن المشاكل. تحدثنا عن إجراءات لازمة لضمان تطوير الاقتصاد و
تعاوننا الاقتصادي، وأخبرت الرئيس الروسي عن عملية التحضير للاستفتاء في بيلاروسيا، وهذا سيجري لصالح الشعب البيلاروسي. والغرب يحاول أن يزعزع الاستقرار في البلاد، وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينجحوا ولا يمكن أن يكرروا أحداث أغسطس 2020. ونحن جاهزون للصمود ولتحمل كل التحديات، وسنبني مستقبلنا المشترك بنجاح. ويجب أن لا يعتقد أحد بأننا لن نتحمل هذه المشكلات والصعوبات. نحن لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون أيضا للرد على أي تحديات، وكل الناس في العالم يدركون ذلك. وحفاظا على شعوبنا قد نعمل، كما قلت، هناك محاولات للتفريق، ولا يخص هذا التفريق بيلاروسيا وروسيا، بل يخص الكثير من الدول الأخرى، وكازاخستان مثلا مثال صارخ. فشكرا على الاهتمام. شكرا.